الكا هذا عملها جاد. وهي هي طبيعة الأسئلة تحط الرتبة وين. فما أسئلة أنا يعني صار لي حوار مع مدير المؤسسة هذه الكا وتحدثنا كيفاش تطلع رتبة شخص وشخص آخر معناتها تهبط له في الرتبة متاعه. بالسؤال طبيعة السؤال سهل ياس. السؤال الذي طرح طرحته الكا إذا كان فما انتخابات توا شكون من الأحزاب هذه تنجم تصوت. فكانت كان الجبهة الإنقاذ والتقدم كانت يمكن في المرحلة الثانية قال لولا اي كانت في لا وهبطت لي صندل فما برشا ثاني يعني ده تونس وثالث النهضة يوم جات جبهة الإنقاذ قبل نداء والنهضة وفما المؤسسة الأخرى اللي هي البارح هبطت الاستاتيستيك متاعها وكانت جبهة الإنقاذ كذلك يعني ما نجموش زوج مؤسسات ما عندهم حتى ارتباط بعضهم اللي هي نسيتها دلتا كونسي البارح هبطت لي ريزولتا نتاعها. ما نجموش يكونوا زوج مؤسسات مخطئين. ولكن اذا كان مؤسسه اخرى غيبت جبهه الانقاذ فلهنا يولي فما شك حتى في طريقه طرح السؤال. ولهنا الناس كل هذا تعرفوا وانا نعرف اللي في وقت من الاوقات سيجما فما حتى مجموعه من المحامين حبوا يتقدموا بقضيه لتلعبها بالنتائج هذه وتغيير شكك في سيجما ما نشكك لا نشكك بطبيعه الحال نشكك لانه فما اشكال في طبيعه الاسئله التي تطرح على الناس هذوما اللي باش يكون نتائجهم هي المعتمده. نرجع لجبهه الانقاذ توا مثلا